هلا الشيء الثاني راح يطلع معي النو لود تيست غير الباور، راح يطلع معي فولتج وكرنت. هلا اذا اخذت، شوفوا هلا ركزوا معي للطلع، اذا اخذت الباور، طبعا الباور راح تكون هذول الاثنين مش هيك، اللي هم بي 1 زائد بي 2، هاي التوتال باور اللي عم يسحبها المحرك. ولو اخذتها قسمتها الان على جذر الثلاثه في لاين اي لاين، شو راح يعطيني هذا؟ ايش عم بقسم انا الان؟ الباور على ايش؟ هاي شو اسمها؟ اس ابارنت باور، مضبوط؟ ايش بيطلع معي؟ باور فاكتور. باور فاكتور، جماعة مين حكى باور فاكتور؟ الله يجزاك. مش لما بقسم بي على اس بتعطيني باور فاكتور انجل، مضبوط؟ اذا انا بامكاني احسب من هون الباور فاكتور، يعني احنا بشكل عام لو عندي اي اي سي لود، هنفترض هون عندي لود زد، وهذا زد من هون است في واست اي واست بي، الزاويه تبعت زد شو بتساوي؟ اطلعوا شايفين شو اللي عملته؟ است في واست اي واست الباور. ايش بقدر اقول عن زاويه زد؟ بتساوي الباور على في، الباور اللي هي ايش؟ بي على في في اي، طبعا هاي راح تكون كوساين ماينس 1، مضبوط؟ كل فاهم هاي؟ يعني انت لما بتحط فولتج على لود، اللود هذا راح يسحب كرنت، مضبوط؟ وراح يسحب باور. اذا قست الباور هاي بالواتس وقسمتها على ابارنت باور، شو بيطلع معي؟ الباور فاكتور انجل، يعني كوساين فاي بتساوي بي على في اي، هاي لسنجل فيز لود، او بي مش بي بتساوي في في اي، كوساين فاي، مضبوط؟ مضبوط، هاي واضحة؟ إذا كوساين فاي شو بتساوي؟ بي على في اي، إذا كان 3 فيز لود، إذا كان عندي 3 فيز لود، نفترض عندي في لاين، جذر اي لاين، جذر الثلاثة، كوساين فاي شو بيساوي هذا؟ باس، مضبوط؟ أو إذا كان عندي الفيز، في فيز، اي فيز، كوساين فاي بيساوي، هاي مش نفس هاي؟ مضبوط؟ لانه واحد من هذول حسب ستار او دلتا راح ينضرب بجذر الثلاثة، جذر الثلاثة بجذر الثلاثة راح تعطيني ثلاثة، ماشي واضح؟ طيب، إذا لو رجعنا هلا هون عن اللو لود تيست، أنا هون عم بقيس الباور وبقيس الكرنت والفولتج، شو بقدر أطلع؟ بقدر أطلع زد، مضبوط؟ زد للتيست هذا اللي موجود هون. زد ايكوفيلنت اللي بتطلع معي من هون بدها تساوي ار بلس جي اكس، مضبوط؟ مش هيك زد بتساوي ار زائد جي اكس؟ لكن اللي راح الاحظه بهذا التست، راح الاحظ انه الباور فاكتور قليل. باور فاكتور قليل، يعني الباور فاكتور انجل، ايش يعني باور فاكتور قليل؟ لما الباور فاكتور يكون 0.1 قديش الزاويه؟ طيب لما الباور فاكتور يكون 1 قديش الزاويه؟ زيرو. لما الباور فاكتور زيرو قديش الزاوية؟ 90. لما الباور فاكتور صغير جدا قديش تكون الزاوية؟ كبيرة جدا، قريبة لل 90، مضبوط؟ يعني تقريبا بتكون 84. هلا طلعوا هون على الزد هاي، لما الزاوية هاي تكون كبيرة فاي، هاي زد، وين اكس؟ وين ار؟ هذا ايش؟ هذا اكس، مضبوط؟ وهذا ايش بقدر اقول عن زد؟ اكس. وين اكس الطول؟ ها مش هيك؟ وين زد؟ تقريبا ماشي واضحة هاي النتيجة، هاي نتيجة مهمة، شو بتقول؟ بتقول انه لما زاوية الباور فاكتور عندي تكون قريبة من ال 90 صار عندي زد تقريبا بيساوي اكس، نفس الشيء لو كانت الزاويه صغيره جدا، طلعوا على هذا اللود، لو كان عندي لود زي هيك هي زد، هي الزاويه ثيتا تقريبا بتساوي زيرو، وين ار؟ هي ار مش هيك؟ معظمه ريزيستيف لود، هون اكس،
ايش زد هون بقدر اقول عنها الماجنتيود تبع زد بيساوي تقريبا بيساوي ماشي. اذا راح يطلع معي بالنولو تيست لما بحسب زد راح تشوفه من الارقام بتكون الزاويه تقريبا 90 درجه. هلا هون لو جينا اطلعنا على هاي اطلعوا معي هون ايش الاشياء الموجوده عندي بهذا التيست. هذا هون الجزء ما راح اقدر اقوله لانه هذا اكبر بكثير بيكون من هذا. فاللي معظم الباث اللي هو موجود هو هذا وهذا وهذا وهذا. ايش عندي هون؟ عندي اكس ام مضبوط اكس 1 وار 1 وفي ار سي ان باراليل. بقدر احمل الار سي والار 1 في حاله الاوب النو لود زد نو لود تقريبا شو بتساوي؟ اكس 1 زائد اكس. طبعا هذا بثبته من وين؟ كيف بتاكد منه؟ لازم تطلع معي الزاويه كبيره. كيف بقدر اعرف انه الزاويه كبيره؟ ايش الرقم اللي بدي اطلع عليهم حتى اعرف انه الزاويه كبيره؟ الباور والابارنت باور في على اكس. لما نيجي نعمل الرقم بنطلعهم الاثنين. هلا انا مشكلتي ما بعرفش اكس 1 لحالها واكس ام لحالها، اذا ايش مضطر احطهم؟ بس في تيست بعدين شو راح يطلع لي؟ راح يطلع لي اكس 1 واكس 2 راح بطلع منهم اكس 1. اذا طلعت اكس 1 ايش بقدر ارجع اعمل؟ اكس ام. اذا هذا التيست راح يعطيني اكس 1 زائد اكس. اذا هذا اعطاني ار 1. التست الثاني راح يعطيني بي فريكشنال وهذا اللي هم وحدتهم وات من هون اللي هم اللوسز، وكمان راح يعطيني اكس 1 واكس ام.